اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تحريس سمتوا شو عاملين مجزرة فراريش؟ شو ست حنان؟ خير في شي؟ يعني ما ليك شايفة أطرميز الزيتون صفى؟ شايفة. طيب انت بده يصير عندك ذوق تنطي لعن بيت أهلك تجيب الدعم اه؟ تفضل عمو أبو نجيب. يا ريت أهلين وسهلين، أهلين عمي أبو نجيب. قومي اتحركي، قومي عادي أبو نجيب على الدخل. تفضل. تفضل. يا ميت أهلين وسهلين. مد إيدك عمي أبو نجيب، مد إيدك. صحتين وعافية يا عفيف. بس تخلص أكل أنا محتاجك بموضوع. وعلى جناب. طالما بموضوع على جناب، أحطه. معلشي خلوني يكفوا أكل، أنا مو مستعجل أبداً. لا شبعوا أبو نجيب، شبعوا. شبعتوا ولا ما شبعتوا؟ شبعنا. يلا تحركوا، أحطوا. سكر الباب شايفي. هلا قضيت لك أبو نجيب، أمرني. جيرانك شو عم يشتغلوا بهالأيام؟ شغلوا. وشو شغله؟ ما بعرف. عفيف ما بتعرف ولا مشترك معهم؟ احكي قر. ليش عاملين شي؟ ايه ما خلوا فراريش بالبلد. كنت ماري من قدام بياع الشاورما، قامت ريحتها دخلت بمخاري. قلت لك ابو نجيب شو فيها هالدنيا، وقف واشتري. قمت اخذت سندويشة شاورما عربي دبل، قلت مشان اكل وانبسط. شوي تاني انا عم اكل الشاورما هيك اكله بجنن، ولا ما شفت الا شفيق اجا بس ما شافني. قال له اعطيني ست فراريش. بعد شوي لحقوا بديع كمان ما شافني واشترى فراريش. شوي تاني دقيقتين نبز ابو طمزه ما شافني واشترى فراريش. سيدي ليش اكل الفراريش ممنوع؟ عفيف عفيف كتير مارق على هالصلعه. ها أكل الفراريج مو ممنوع، بس عم أتساءل من السؤال وليس من السؤالة. يا أبو نجيب يا أبو نجيب، من مبارح وهي عم توز براسي وعم توز براسي، وقول يا أبو نجيب وهي تأخذ وتجيب وتأخذ وتجيب، وهذا السؤال مشروع؟ نعم يجيبوا المصاري. ما بعرف أنا من جهتي زيت وزعتر، شوفت عينك. صحتين أبو نجيب. مثل ما اتفقنا يا عفيف، إذا حسيت بشي بتنط مثل البارود، بتصير بالمغفر وبتخبرني عن حالي. سيدي إذا ما لقيتك خبر إسماعي. ما بتخبر ولا صرماية. على راسي. وبعدين ما بدي إياهم يعرفوا شي بيت أبو كعوبة، ما بدي إياهم يحسوا على شي بنوب. معقولة سيدي معقولة؟ ولو تربايتك ما بخبر حدا بنوب. ولا بعتبرك شريك ها؟ التستر مثل الشراكة. شراكة سيدي. قل له نفس الشي يا عفيف. يعني سيدي بعتبر نفسي مكلف بشكل رسمي؟ طبعا. صار الليل وساري سار الليل ارحم حبيبك صار الليل وساري سار الليل. كان عندك عدالة ابعت لي رسالة. كان عندك عدالة ابعت لي رسالة. ارحم قلبي وحالي وساري سار الليل. يابا ارحم لي قلبي وحالي وساري سار الليل. سوا سوا سار الليل. حرام تضيع هيك هالموهبة، مو هيك عفي؟ معك حق، كلامك حكم نجيب. أتمنى تطلعي الأولية، حرام تضيع هيك هالموهبة. طبعاً حرام طبعاً.
يلا عن اذنكم هلا. اهلا وسهلا سيدي، شرفتوا. غدا قولي. نعم ابو نجيب. للحديث الصله. يا عالم والله ما بتعرف قديش منحبك سيدي. تفضل تفضل سيدي. بدك مدام بورا وباجري اليمين لحتى اقدر حاكيكي بصراحه مطلقه. هلا بدك تقنعيني مدام بوران انه كل هالبزخ لانك بعتي اسواره؟ ايش اسوارتك تقلها كيلو دهب؟ ابو نجيب عفوا، يعني هي مو اسواره وحده سيدي، هي اساوير سيدي، اساوير. مالك الاساوير مدام بوران؟ ما انا عاجلك وجابلك وبعرف البيرو غطات. ايه ما حيلتك جوز حرام. مالك الاسواره؟ انتو سيدي شو بدكم تحاسبونا على لقمتنا؟ لقمة الحلال ما حدا بيحاسبك عليها يا ابو طنزي، بس لقمة الحرام رح خليك تغص فيها 100 غصة. ابو نجيب انت مو غريب، لقمة الحلال ما بتكفي لنص الشهر والكل بيعرف هالشي. بعد نص الشهر يا لقمة شحاتة يا لقمة حرام. يعني عم تعترفي يا مدام بوران انه لقمتك حرام؟ ما هي لا حرام، لا حاشا لله سيدي، شحادة مو حرامين على الحرام. شحادة سيدي مدام بوران، لقمة الشحادة بتسد النفس وشهيتكم مفتوحة، عم يلحقكم أكثر من 30 فروج بالشهر لك البيت. عم تحسبون علينا سيدي؟ أبو نجيب لا يخفى عليه شيء. خلص سيدنا خلص، لك عم تكون بالهرس لأنه عم ناكل فراريش، لك بدك إيانا نموت وما معنا حقبر. أنت شو بدك منا؟ لك ما يطلعتوا منا فهمني. سبتي جوزيف بوران؟ أنا ما متعود حاوروها. لك خراس أبو طمزي، إذا ما سألك ما في داعي ترد، لا تجاوب خراس. أنا الرجال هون مو أنا اللي بدي أحكي. لك خلصنا بقى أبو طمزي خراس. سيدي إذا ما وجه لك إلك السؤال ما في داعي ترد، خراس بقى لك خراس. أبوك يا الظلم، أبوك يا الظالم، لا برحمك ولا بخلي الرحمة تنزل عليك. أبوك يا الظالم، أبوك يا الظالم بوران. أنا دخلت بيتك بإجري اليمين وكنت صريح معك واعتبرت حالي جاي لعندك كضيف، أما هلا بتقدري تعتبريني جاي بمهمة رسمية وبدي أفتح تحقيق. عملي تحقيق معي، أنا رجال البيت. لك خلصنا بقى أبو طمزي خلصنا. خراس 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 خرس سيدي خرس خراس. أنا بعرف من أين تؤكل الكتيف، ما بدي حدا يقول لي، أنت مالك صاحب قرار. إذا بضل انفض فيك فلق للصباح، ما بتعترف إلا إذا قالت لك بوران، اعترف أبو طمزي. بتشرط من أول كف بعترف؟ لك بإيش بدك تعترف؟ يبعت للسانك قطة ولدانة وجوعانة بأنن معن، لك بإيش بدك تعترف؟ بإيش ما عاملين شيء سيدي ليعترف؟ سيدي تفضل نكمل حديثنا جوا. على كل يا مدام بوران أنا ما جاي أفتر عليكم، أدلة ما عندي. وللحديث السلة، تفضل. تفضل سيدي، صدورة للبدورة، أهلا وسهلا. شكرا مدام بوران، رح أتصدر. بس يكون بعلمك ما رح تغيبوا عن ناظري لحظة. ليش شو شايف علينا أنت سيدي؟ مو شايف، شامم شامم. بوران، انتبهي علي شوي. هلا عمرك سمعتي عن موظف أو كادح بياكل كل يوم فراريج وتفاح وكرز وموز وكولا شيت اللتر؟ ليش الموظف ما بيحق له سيدي؟ لك رجعي. لا بيحق له، بس حسوب معي، بديع راتبه 3000 والشفيق شرحه صاروا 6000 وحضرتها بتلقط من هون ومن هون 3000، هي صاروا 9. سيدي أنا يا دوب دخلي 1000 2000، من عملت إياهم 3000؟ قصده 2000 دولار سيدي، بيبعثوا لي اياهم اهله من كندا مع الشوفيريه. قلتي لي دولار؟ مين قال دولار سيدي؟ مين قال يبعث حمى لبني ادم شو لسانه شختي؟ دولار يعني بالسوري سيدي. ما علينا، اذا انك كل يوم فروج واحد وصفط بيض وكيلو موز، مو عرض بوران كيلو وقنينة كولا شيت اللتر، شو حقهم؟ انت ادرى سيدي. 370 ضرب 3 أيام بيصيروا 1110 ليرات، إذا ضربناهم ب30 بيطلعوا 33300 ليرة بس على الأكل.
هذا على الصيدلي والدكتور والكهرباء المقطوعة والفاتورة المدفوعة والمي والصابون وإجرة البيت. لك خلاص فوت لسانك لحلقك بقى، خلي سيدي يعرف ينضرب على قلبه وكمل. كمل سيدي كمل. أنا؟ إيه أنت وشفي؟ أنا أول مرة بحياتي بسمع بهالقصة. خفتوا ما؟ على كل أنا ما جاي أتهمكم، أنا جاي أطمنكم إنه عفيف هو اللي افترى عليكم مشان يخفف عن حاله الحكم. إيه إنتوا أشرف من الشرف. وين القهوة مدام بوران؟ حاضر خاصة القهوة سيدي. سيدي نحن الله كافينا ما بنشتغل هالشغلات. بعرف يا أبو طمزة، وأنا مشان هيك جاي أعتذر منكم لأني كنت حاطط عليكم مراقبة، وبالمناسبة جاي ودعكم لأني رايح شهر أنا ومدامتي أم نجيب على اللاذقية. قال حابة تتسبح لها شوي بالبحر. قلت لها ليش لا، وأنا بعمل كمان شوية استجمام وراحة بالشتاء. حلوة أم نجيب يا بتسبح سباحة النس. لك قلت لها هالحكي أم تنحي. على كل حال لا تخاف عليها أم نجيب، ما بتبرد هي لأنه مثل الطابة التنس سبع جلود إلها. ولك مثل الطابة يا حريشك شو مجروحي. ما بدي اي حديث، ما بدي اي ضجه، ما بدي حدا يحس انه نحن هون، مفهوم؟ هذا سيدي يلا نشوف اسلتوا واحد ورا الثاني تحرك الحديث. يلا شوف كاسيك كاسيك اسمعي ساعدتي يا سلام. ضيع ضيع يا سلام. خمسك نحطك يبعت لك حمى شفيق. راسي بلي كفالة جيب الجاك لاهي جيب الجاك نصفين فعني. لحظة لحظة أنا سمعت صوت. ما في شيء. منين بتسمع انت؟ منين بتسمع؟ بتضلك بتسمع شغلات يبليك بقلبك. وطوا صوتكم العمى بعيونكم، كنتوا رح تكشفوا الكمين. حضر السيارة حضر حضر لس. يشوفكم. ها لك مين بده يشوفنا امي؟ ما زال ابو نجيب هو ومرته عم يسبحوا سباحة النس. لما هو لا يردوا كابوس مزحن صدرنا. ايه ما تعم يدعينا. ها الهي يفتح بوشك ويسد بقفاك. شبح واحد حاضر، شبح اثنين حاضر، شبح اربعة حاضر. سأل قبض على الكمين. ادعوا لي على الايقان سيدي. بعرف مالك علاقة، احموني من ضهري لشوف. لا تقوص لا تقوص قوص. افتحي مدام بوران لا تخافي، انا شبح واحد المدعو اسماعيل. ابو نجيب كم نسخة مستنسخين منك؟ شو النعجة دول لي؟ تعال امشي. جبت سيدي تعيّن اخذ صباح. هربت من الشباح سيدي. بلاها الحقوني لشو. يلا امشي امشي امشي. ها
حصل سيدي. يلا نشوف طالعوهم بعد ما يلقوا النظرة الأخيرة على البيت. طالعوهم نتحركوا. امشي امشي. خطك سيدي. مع السلامة. جاي وراكم. قال الناجي دولي قال العمل عالم انهبلت صارت تشوف كل الشرطة أبو نجيب. الفطور يلا بالناقص من هيك رجال مثل قلتهم نحن النسوان نشتغل لحالنا.